جزء مهم عندك دلوقتي ما حدش منتبه ليه، انك انت عندك في حرب حقيقية على الفساد. صحيح صحيح. انت من عقود ما خدتش مثل هذه الـ والأراضي اللي رجعت واللي كانوا متمترسين وراء مصالح شخصية، كل ده تم طبعا. يعني انت لما بتعمل ده وبترجع ده والقضاء بيشتغل في ده وبيطلع حكم قضائي احكام قضائيه في ده، ده ما كانش موجود قبل كده، وده كان بيعمل احباط لناس كتير. وحاجه احنا ناسينها برضو او الناس كتير بتنساها، يعني حضرتك لو شاهدت معايا المشاهد، يعني انه الفوضى كانت موجوده في 2011 و12 و13، احنا كنا فين وبقينا فين؟ مش الفوضى. هو انت في 2011 و12 و13 انت كنت تقدر تمشي في وسط البلد على رجليك؟ صحيح صحيح. وسط البلد احتلت من بنفكر الناس، الباعة بس بنفكر الجاهلين. الناس بهذه الاشكال وهذه يعني هذه المواقف وهذه، فلا يعني مساله ان في مشروع، لا في مشروع وطني بيتحقق. وهرجع لسؤالك، ان هم الاعلام المعادي بقى في نهايه الامر هو لم يعد يملك سوى هذا، لانه ليس لديه بديل اخر. يعني في النهايه هو اعلام مش قاعد على الارض، صحيح، مش شايف الارض اللي بيحصل فيها، مش محتك بالناس. وان احنا عمرنا ما شفنا ان النضال من الخارج بيعمل حاجه. شايف احنا فعلا، انا عايز افكر الناس يا استاذ حلمي، شايف الصوره دي الناس بتنسى، احنا مشكلتنا ان احنا بننسى ما كان يجري، هو ده اللي كان بيحصل، ده الواقع بتاعنا، ده هو عرايك ما كناش بنمشي في الناس الشارع. إن يعني برضو الناس ما نسيتش، والا هي الناس متحمله فاتوره الاصلاح الاقتصادي ليه؟ عشان اللي لهم شفناه ده، من الفوضى. لان شافوا ده. لا الناس مدركه ده. يعني لما الدولة خدت سعر الصرف في نوفمبر 4 نوفمبر 16 16 أخطر قرار ربما طيب فيه، قارن ده بقرار الرئيس محمد أنور السادات في بتاع يناير 77. 77، شوف تعامل الناس ازاي وتعامل الناس ازاي، لأنه الناس مدركة ان ده التمن صعب والفاتورة صعبة، والفاتورة هيتحملها بس لازم يتحملها الكل.